النهارده في ايه الحكايه؟ عندنا حكايه كده غريبه شويه، لكن الحقيقه لازم اقول انها من الحكايات اللي شغالين عليها بقالنا فتره، ومهم ان احنا نقولها لكم زي ما وصلتنا. وقبل ما ابدا في الحكايه اللي معايا دلوقتي اللي هنذيع فيها تسجيلات وصلتنا بشكل خاص لبرنامجكم الحكايه، ووصلتنا لثقتهم طبعا، لثقة أهالي الشخص اللي هنتكلم عنه، في أننا هيكون عندنا يعني أمانة في العرض، إحنا هنعرضها كما وصلتنا. هي كلها تسجيلات بتتكلم عن شاب الداخلية أعلنت أنها قامت بتصفيته، اسمه جهاد محمد شتا. في المقابل شفنا أسرة جهاد محمد شتا بيتهموا ضابط في اسم شرطة الثرو في دمياط أنه هو اللي قتله، وبيقولوا انه قتلوا مع سبق الاصرار والترصد. والحقيقه انا مش بقول، مش يعني انا في الحلقه هنا مش بتبنى روايه الاهل، ولا هتبنى كمان روايه الداخليه، انا بعرض عليكم الروايتين، هعرض عليكم اللي اتقال من الداخليه واللي اتقال من الاهالي بالفيديوهات وبالتسجيلات وبكل حاجه من الامور اللي وصلتنا، سواء اوراق سواء فيديوهات سواء تسجيل. ومش دوري ان انا اصدر اي احكام خالص. الحكاية كلها معانا إنها خبر اتنشر كده بشكل عابر من وزارة الداخلية، وفي أهالي عاملين احتجاجات وبعتين فيديوهات وبعتين أوراق، طبعا مش لينا لوحدنا، هم بيحاولوا إن هم يتواصلوا مع أي حد، لكن طبعا في مصر محدش بيسمع منهم خالص. وبتمنى فعلا إن وزارة الداخلية أو مديرية الأمن في دمياط أو حتى ضباط اسم الشرطة شرطة الثرو إن هم يطلعوا ويردوا على الإدعاءات دي ويقولوا لا ده كذب، واللي لو طلعوا وردوا اي رد لو قالوا كذابين هنقول على فكره هم طلعوا وقالوا انتوا كذابين. بس في المهم ان يكون الكلام ده فيه ادله عشان نحس اننا في بلد فيها قانون، مش ان احنا عايشين في غابه. البدايه، لا معلش لو تجيبوا لي الصوره بقى من اولها من فوق. البدايه بالمنشور اللي قدام حضراتكم ده، والكلام ده كان يوم 5 ديسمبر. 5 ديسمبر اللي فات طلعت وزارة الداخلية ونزلت في بيان ليها اهو زي ما انتم شايفين كده على الصفحة الرسمية بتاعتها على الفيسبوك، وقالوا ان هم صفوا مواطن مصري اسمه محمد شتا. لحد كده بنسمعه، واللي جاي كمان بنسمعه. قال لك ده مسجل خطر، عليه 11 قضية مخدرات، عليه قضايا سلاح، عليه قضايا اداب، وكتير كتير. البيان مليان مليان تهم وتفاصيل، والبيان قدام حضراتكم اهو. معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام عنصرين إجراميين أحدهما سبق اتهامه في 11 قضية قتل مخدرات أداب عامة، والآخر سبق اتهامه في 6 قضايا مخدرات وابتزاز ومش عارف إيه 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 وقطع طرق وسرقات بالإكراه، ومطلوب ضبطهم في قضية مخدرات، اتخاذ مركب الصيد المستأجرة على شاطئ النيل بدائرة الإسم وكرا للترويج وبيع المخدرات وحيازة الأسلحة. أهو آدي التهم وآدي البيان. وانا هنا مش بكذب ولا بكذبهم يا كذابين ولا بصدق اللي هم بيقولوه، احنا بنقول لكم اللي حصل. ولا بقول ان جهاد راجل صالح وراجل تقي والداخليه كانت بتنتقم منه خالص. انا كل اللي عندي زي ما قلت لكم عرض، وعندي ردود جايه من اهالي الراجل اللي تم تصفيته، جهاد اللي تم تصفيته. زي ما قلت لكم يعني أنا هنا برضو معرفش جهاد ده، مش هقف عند قضية قتله لأن الموضوع أكبر من كده بكتير. أنا قلت لكم في البداية أن يمكن كل همي أن احنا في النهاية نكتشف أننا مش في غابة، نكتشف أن احنا عايشين في بلد فيها قانون، دولة حقيقية، مش كل واحد تحت إيديه سلطة أو تحت إيديه سلاح أنه يتصرف زي ما هو عايز. أبدأ معاكم الحكاية زي ما شفنا بقتل جهاد أو تصفية جهاد. جهاد الداخلية طلعت وقالت عليه انه مجرم وقاتل وتاجر مخدرات وكلام كتير اللي شفناه في البيان، لكن في مشهد كده وقفنا قدامه غريب شوية، ويمكن ده اللي خلى يعني زمايلنا في البرنامج يمشوا ورا الخيط ده. ده مجرم وعليه قضايا اداب وسرقة بالاكراه، يعني ده لازم يكون مكروه تماما. الغريب لما يبقى واحد مكروه وعليه كل القضايا دي لما يتقتل و الدولة تاخد الجثة بتاعته لحين ما يطلع القرار بتاع الدفن، تصريح الدفن، يبقى المشهد بالشكل ده، يبقى الأهالي بتاعت القرية تخرج وتروح وتقف قدام المستشفى وتطالب ان هم يستلموا الجثة ويقولوا إكرام الميت دفنه والكلام ده كله. وبعد التجمهر الكبير ده راحت الداخلية قالت يلا 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 ادوهم الجثة. احنا معانا فيديو دلوقتي كده
بيوثق لحظة وصول جهاد شتا اللي هو الشخص اللي اتصفى لأهالي قريته. هنشوفه. والسؤال هنا برضو يعني الأعداد اللي هتشوفيها دي كلها، كل الأعداد اللي هتشوفها دي رايحة تتظاهر عشان تاجر مخدرات، عشان قاتل، عشان تاجر سلاح، عشان متحرش ومغتصب. أنا معرفوش فعلا، أنا معرفش جهاد ده خالص، لكن أنا استغربت من ردة فعل الناس. زي ما شفتوا ده لحظة وصول الجثمان للقرية عشان يدفن. ده شكل الأهالي اللي خرجوا عشان يشوفوا اللي حسب رواية الداخلية المجرم، المجرم الخط دمياط اللي أخيرا وقع تحت إيديهم. هي القصة ما خلصتش عند كده، لا دي كانت البداية. يعني بمجرد المشهد ده والفيديوهات اللي انتشرت دي كان لازم بقى يعني إننا نشوف إيه الحكاية، نفهم مع بعض كده. فالحقيقة زي ما قلت لكم زمايلنا في البرنامج تواصلوا مع عدد من القرايب والأصدقاء بتوع جهاد شتا، وهنا فجروا مفاجأة. بعتوا فيديوهات اللي هنشوفها دلوقتي، الفيديوهات كلها لجهاد وهو بيتكلم بيقول ان رئيس مباحث اسم شرطة الثرو يوسف البشلاوي ومعاون المباحث اللي معاه احمد الشافعي هما اللي ورا تصفيته، ورا تصفية جهاد، وان رئيس المباحث هدد جهاد اكتر من مرة وقال له هصفيك. طب رئيس المباحث يهدد مجرم بالتصفية ليه؟ ايه اللي يخليه يحاول انه يعمل معاه حاجة زي كده؟ وايه كمان اللي يخلي جهاد يبقى عارف ان ممكن تكون حياته معرضة للخطر فيوثق كل لحظة لدخوله وخروجه من القسم؟ دي برضو حاجة فعلا فعلا مش مفهومة بالنسبة لنا، يعني فعلا مش مفهومة. عشان كده بقول لكم القضية بفتحها قدامكم، قدام حضراتكم، علاقتي بيها زي علاقتكم بالظبط، زي ما اتمنى ان لو الداخلية بتشوفنا تطلع وتقول لنا ده ايه، حقنا اننا نفهم ده ايه. الراجل ده ليه كان كل ما بيروح القسم حاسس ان في تهديد فيدخل يسجل الفيديو انا جوه القسم اهو، وهو طالع انا طلعت من القسم اهو؟ لان انا قلت لكم احنا هنعرض زي ما هي. عموما خلونا دلوقتي نروح نشوف الفيديوهات اللي جات لنا، يعني هنشوف الفيديوهات اللي جات لنا واللي بعتوها الاصدقاء واهالي جهاد شتا من تليفونه طبعا، واللي كانوا بيأكدوا ان هم بيوثق كل لحظة وقت دخوله وخروجه من القسم، لأن جهاد كان كل ما بيروح القسم يقول لهم بيهددوني بيهددوني، فكان بيوثق دخوله وخروجه. تعالوا نشوف. أنا جهاد محمد شتا من مركز الزرقاء مدينة السيرو. أنا ضابط المباحث يوسف البشلاوي رنن عليا دلوقتي ورقمه على الموبايل معايا، رنن الساعة 11:18 دقيقة. باين يا أحمد؟ لا مش باين، أنا ما أعرفش. طيب الساعة 11:18 دقيقة يوسف البشلاوي ضابط المباحث رنن عليا وقال لي أنت فين يا جهاد؟ قلت له أنا في البلد، قال لي تعالى للمكتب. فأنا طالع له دلوقتي الساعة معايا 11:39 دقيقة وأنا بتكلم الوقت في الفيديو، عشان لو عمل لي حاجة ولا اتظلمت فالفيديو ده يبرأني قدام ربنا وقدام هيئة القضاء. فانا رايح اشوف هو عايز مني ايه يوسف البشلاوي، لان كل يومين ثلاثه يرن عليا يقول له تعالى للمكتب، فانا ما عدتش عارف ظابط المباحث ده عايز مني ايه. فانا دلوقتي بستنجد برئيس الجمهوريه وزير الداخليه وربنا قبل الجميع، انا بستنجد بربنا قبل الجميع. فالفيديو ده يبرأني قدام ربنا وقدام هيئه القضاء. بس يعني زي ما شفتوا جهاد كده في الفيديو بيقول ان الضابط البشلاوي يعني قبل ما يتقتل طبعا كذا مره كان بيستدعي للاسم، وكان جهاد الحقيقه مش شاب صغير يعني ده راجل كبير، وكان جهاد في كل مره وهو داخل الاسم زي ما شفنا اللي كان بيصوره ده يصور صوت وصوره. هنشوف بقى فيديو تاني وهو جوه الاسم وهو داخل الاسم. النهارده الثلاث 11 مايو الساعة 11:52 دقيقة،
طلع ليوسف بلبش لو المكتب فوق اشوفه عايزني لايه، وداخل القسم اهو، وبتصور وانا داخل القسم. انا جهاد محمد شتي، انا طالع الوقت انا ومجدي تبعي ليوسف بيه نشوف عايزنا في ايه. الساعه الوقت حاليا الساعه 2:16 دقيقه بالظبط، وانا بتكلم في الفيديو ده عشان لو حصل لنا حاجه فوق يبقى ربنا شاهد. ظابط المباحث يوسف البشلاوي طالبنا عشان اروح اعمل متابعه، لان هو سجلني في القضيه اللي فاتت دي، فانا بناشد جميع المسؤولين عشان لو ظلمت ولا اتعمل لي حاجه فانا راجل طلع له يوم 3/3 الساعه 3:30. زي ما شفتوا كده في الفيديوهات اللي شفناها، وهو بيقول لك انا رايح دلوقتي على القسم، انا طلعت اهو دلوقتي من القسم، بعتولي طلعوني البشلاوي بيه، بعتلي انا خرجت من البشلاوي بيه. كل الفيديوهات دي هي من جانب واحد، عشان بس نكون واضحين معاكم الجانب اللي وصلنا، اهالي شتا، جهات شتا، لكن العلاقه غريبه، العلاقة غريبة جدا الحقيقة، يعني جدا، وفيها حاجة مش مفهومة، يعني فيها يعني حتى دلوقتي بتفرج على الفيديو بقول لي يا جماعة العلاقة غريبة. ف عندنا حاجة ثابتة ان الراجل اللي كان داخل خارج على الاسم رايح جاي على الاسم اتصفى، اتصفى فعلا يوم 5 ديسمبر اللي فات، 5 ديسمبر 2000 5 ديسمبر ده 2021، واحنا معانا فيديو لوقت تصفية جهاد في النيل في دمياط والقبض على 2 من اصدقائه زي ما تم كده الاعلان في البيان. وفاء طبعا لو شفتوا اللي بيصور مستخبي وخايف وبيطلع الموبايل وبيشوف، جو مرعب بصراحة، يعني جو كده احنا فين، احنا عايشين فين، ايه العلاقة الغريبة بين مجرم وبين ضابط شرطة، يعني ايه العلاقة. طبعا يعني حسب رواية الاهل بيقولوا ان الضابط كان عايزه يشتغل مرشد بالإكراه، ولكن هو جهاد كان رافض القصة دي وكان ضد أنه يكون مرشد أو مخبر يعني على اللي حواليه. وأنا برضو لو هو شريف 100% ولو هو ملوش في الخط الإجرامي أو في المشاكل، اشمعنى هو تحديدا دونا عن كل اللي موجودين في منطقة الثرو في دمياط اللي يحاولوا أن هم ياخدوه ويجندوه. وعلى فكرة الرواية بتاعت تجنيده أنا مش مستبعدها أبدا أبدا، إحنا شفناها كتير وبتحصل وبتوصلنا، يعني بتوصلنا بشكل أو آخر، بنشوفها في الدراما وفي الأفلام وفي المسلسلات، وبنشوفها في الحقيقة إن ده العصفورة بتاعت الضابط، وكل ضابط في اسم شرطة عنده عصفورة وعصفورتين ينقل له الأخبار، يعني دي حاجة موجودة، هي غلط ومش صح لكنها بالفعل موجودة. لكن لما تتدهور علاقة بين رجل الشرطة وبين المخبر بتاعه ولا العصفورة بتاعته ولا المرشد بتاعه تكون النتيجة قتل. طب أنا هقول لكم برضو على من الحاجات اللي وقفتني، عشان بقول لكم ليه القصة غريبة. البيان اللي شفناه بيقول لك إنه صفوه لأنه هارب وعليه جرائم وعليه قضايا وعليه وعليه. طب ما أنتوا بنفسكم وشفنا في الفيديوهات ده رايح جاي على الاسم، الراجل رايح جاي على الاسم، النهارده يوم كذا، الساعة كذا، بشلاوي بيه بعت لي، أنا رحت، أنا خرجت، طب وأنت عندك، أنت ليه ما مسكتوش؟ ليه يبقى الموضوع كده؟ ما هو كان تحت إيدك، لما هو خطير جدا جدا على الأمن وعلى العدالة، ليه؟ ليه تسيبه رايح جاي؟
الغريب بقى، الغريب بقى وده مهم برضو تعرفوه، ان لما دورنا شوية في اسم الشرطة وسألنا على الضابط اكتشفنا ان الاسم ده عنده رصيد محترم من تلفيق القضايا. يعني يمكن المستندات قدام حضراتكم اهي، يعني ادي هو ده مثلا محضر معمول لجهاد. ده غير كمان ان الناس اللي هناك المواطنين بتوع دمياط قالوا ان الضابط ده او الاسم ده تحديدا كان بيعمل حاجه اسمها حفله تعذيب جوه الاسم، حفله تعذيب جوه الاسم زي اللي هتشوفوه في الفيديو اللي معانا دلوقتي ده، والفيديو هننشره زي ما وصلنا، زي ما وصلنا من مصدره. شوفوه. السلام عليكم. المواطن اللي نايم على السرير قدام سيادتكم ده لسه جاي الوقت من القسم حالا من عند يوسف بالبشلاوي ومن عند احمد بالشافعي، اتصل على ضابط اسمه محمد عماد قال له يا مجدي تعالى انا عايزك، راح القسم مسكوه ضربوه عملوا في اللي انت شايفينه ده. فانا بناشد رئيس الجمهوريه وبناشد مدير الامن وبناشد السيد حسام الباز مدير المباحث، ده ظلم اللي بيحصل، ده ظلم وافتراء. اخويا قبل كده انا اسمي جهاد محمد شته من مركز الزير ومدينه السيرو، ظلم اخويا زكي محمد شته ومعمول محاضر بكده، وظلم ناس كتير في البلد، وظلم ياسر رفعت طعامه عمل له تعاطي وجد سلبي ان هو ما بتعطاش حاجه، فالكلام ده كله يدينه. فانا بناشد السيد حسام الباز اللي بيحصل ده ظلم، ربنا ما يرضاش بالظلم، ربنا ما يرضاش بالظلم. فده اهو اللي انتوا شايفينه قدام سيادتكم ده كفر وظلم، فانجدونا من الظباط الظلمه الكفره اليهود، والسلام عليكم. بس مصور الدم له، مصور الدم له، مصور الدنيا ده. راح فين؟ من اللي جه؟ دي قصة بقى تانية خالص، تعذيب وحفلات تعذيب وضرب، ويعني أنا معايا كمية كبيرة جدا جدا من الفيديوهات، كمية كبيرة جدا جدا من الفيديوهات تانية لأسرة شتا والغير أسرة شتا، لكن الحقيقة أنا مش هزعها كلها ولا البرنامج يتحمل إن إحنا نزيع كل الفيديوهات دي، لكن أنا فعلا هنا مع الفيديوهات دي. والحقيقة زي ما طرحتها لحضراتكم أنا وصلني الفيديوهات دي وفي بيان في الداخلية متطابق مع القصة أو مع الشخص اللي بيقولوا عليه، لكن طبعا الروايات مختلفة. فأنا محتاجين من الداخلية إنها توضح لنا الأمور. إحنا لما سألنا من اهالي دمياط وسالنا على الضابط، الضابط يوسف البشلاوي، عرفنا انه اتنقل من الاسم، نقلوه من اسم الشرطه على طول. والحقيقه برضو احنا ما عندناش معلومه هو اتنقل ليه، ايه سبب النقل ده، عقاب ولا ترقيه، وراح فين ولا ايه اللي حصل بالظبط، احنا للاسف ما قدرناش نوصل للمعلومه دي. لكن كل اللي انا عايزه اقوله وعايزه اكرر كلامي فيه تاني واكده، احنا كاعلام حر همنا المواطن، لما بيجي لنا فيديوهات زي دي، يعني لو أقول لكم والله والله كم الفيديوهات اللي بتيجي يوميا وكم الشكاوى اللي بتيجي يوميا، والله بحلف لكم بالله مئات الفيديوهات، مئات الفيديوهات وكلها اتهامات للداخلية واتهامات للشرطة. لو أنا هفتح البرنامج وهفتح الشاشة كده الكل اللي هيبعت لي فيديو هزيعه، يعني فعلا خلاص احنا هنقلبه فيديوهات بقى من مشاكل حضراتكم اللي بتبعته. لكن احنا ما بنبعتش إلا اللي بيبقى عنده مستند على كلامه، اللي معاه كده بعت فيديو وفي المقابل بعت لي ورقه الكلام ده حصل امتى وازاي وفين ومين. فيعني حتى لو مشيت مع روايه الداخليه تاني باكد نفس الكلام، الراجل ده مجرم، شتا ده مجرم زي ما انتوا بتقولوا، هو ما اتقبضش عليه ليه وتقدم للمحكمه؟ يعني في النهايه احنا شفناه جوه الاسم، داخل عند الاسم، معدي قدام الاسم، وفي واحد بيصوره مره واثنين وثلاثه، ده كان عندكم جوه الاسم، ليه تسيبوه؟ ليه تسيبوه وبعدين نرجع نقول احنا صفيناه لاننا حاولنا نقبض عليه ما عرفناش، وده عليه 11 قضيه مخدرات وسلاح واداب ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب ما هو كان جوه عندكم، ما مسكتوهوش ليه؟ ليه نسيبه وبعد كده نقول ما عرفناش نمسكه فنصفيه؟ انا مش بدافع عن جهاد شتاء خالص، لا مجرم، انا بقول لك يا سيدي ده مجرم، مش هقول لك انه بريء، مجرم. لكن ده في نفس الوقت ما يديش الحق لتصفيته، طالما كان عندك فرصه انك تمسكه وتحاكمه
وتاني احنا محتاجين نعرف ايه العلاقه الغريبه، ايه العلاقه الغريبه دي يعني بين ضابط شرطه وبين واحد مجرم زي ما روايه الداخليه بتقول؟ يعني برضو دي حاجه مش مفهومه. كان عندكم فتره من الفترات وكان تحت ايديكم لفتره من الفترات، ايه اللي خلينا نفضل نتعامل معاهم او نضغط عليهم ازاي عشان نوصلهم للطريقه دي، نفسيته تبقى بالشكل ده، يبقى عمال بيوثق دخوله وخروجه من الاسم وانه لسه عايش وانه ما حصلوش حاجه، ولو حصل لي حاجه انا بحمل البشلاوي وبحول الشافعي. دي قصه غريبه الحقيقه جدا، نتمنى فعلا فعلا ان يكون في تعقيب من الداخليه عليها، يقولوا لنا ايه الحكايه، يقولوا لنا ايه الحقيقه، وزي ما هيقولوا وزي ما هيردوا احنا هننشر رد الداخليه على الواقعه الغريبه دي كما هي، يعني كما هي. المهم ان الحقيقه توصل للناس وما يبقوش حاسين ان احنا قاعدين في غابه، قانون الغابه هو اللي بيحكمنا، الضابط مش عارف يسيطر على المخبر بتاعه ولا العصفوره بتاعته فيكون النتيجه انه يصفيه. فالحقيقه غريب الوضع تماما، نتمنى ان احنا نعرف فيه رد قريب.